حياكم الله أحبتي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. رحلة أرض السواد ما زالت مستمرة بين الأقضية والنواحي والقرى العراقية، وهذه المرة توقف برنامج أرض السواد بالراجدية شمال العاصمة بغداد. الراجدية المعروفة بالزراعة الشاملة من خضروات وفواكه ونخيل وتربية الثروة الحيوانية، ولكن الميزة الأكبر والأعظم والعظمة لله سبحانه هي البساتين العامرة بالنخيل والحمضيات وأشجار الفواكه الأخرى اللي موجودة على مد البصر. والشي اللي زاد الراجدية جمال هو نهر دجلة اللي يحضن هذا القضاء العامر بعشائرنا الأصيلة والبساتين البهية. مع الأسف كل الجمال اللي تكلمت بيه بالبداية مهدد، نعم مهدد بالزوال بسبب الأمراض اللي يوم بعد يوم قاعد تنتشر بهذه البساتين. والحزن الأكبر هو تجاهل الجهات المختصة لهذه الآفات الخطيرة. تخيلوا بستان كامل ما قدر ينتج صندوق تفاح واحد بسبب المرض اللي نهش أشجار التفاح ودمر الثمرة، إضافة لأمراض النخيل والأشجار الأخرى. حلقتنا اليوم تنقل الواقع الصعب اللي يعيشه مزارعي الراجدية بسبب الآفات. حلقة مهمة، ابقوا ويانا. طبعا أحبتي المشاهدين، لقاءنا الأول من الراجدية، هذه المنطقة الزراعية المهمة للأسف تعاني معاناة كبيرة جدا. هاي المعاناة ممكن تحذف وتلغي هويتها الزراعية إذا ما اليوم الجهات المختصة لقت حل. لقاءنا الأول مع وليد، الأخ وليد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام، شرفتونا. فلاح نشط بين سابقا حاليا؟ لا 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 بعدك أنا والله بالكواليس. لا يعني ما شاء الله خبرتك الزراعية تمثل أنه فلاح مجتهد، فلاح عندك معلومات كبيرة وكثيرة جدا، وهذا الشيء نفتخر به. الله يسلمك. شلونك؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله. صحتك؟ الحمد لله. أمورك؟ شرفتونا. بالبداية أريد أعرف تفاصيل عن حياتك، تولادتك بالراجدية. والراجدية قال سنة؟ أنا مالي 86. انولدت هنا. أنا انولدت هنا أنا، أهلي وعمامي. انولدت فلاح. فلاح وعين إحنا فلاليح. أها. ما نقدر نعوف هاي. بداية بداية طفولتك، يعني عمرك يا سنة بديت بالفلاحة تقريبا؟ تقريبا خمس سنوات؟ لا ها بس أنا إيه؟ بالعشر سنوات إحنا من وعينا قمنا نمشي للدنيا، وعينا على أبهاتنا وأجدادنا. ايه بالزراعه احنا وياهم. حلو. بدمنا تمشي الزراعه. بالبدايه كنتوا شو تزرعون؟ اشكال شنو اللي تريد؟ يعني مو متخصصين. شنو اللي تريد؟ انواع الفواكه، انواع الخضر، انواع شنو اللي تريده احنا ننتج. ننتج مو بس يعني إلنا، ننتج نبيع وخير من الله وعايشين على الزراعه. ما عايشين على غير لا شو. عايشين الواحد ليش واحد على الزراعه؟ على الله ثم الزراعه. سولفت لي قبل ما نبدي حلقتنا وتصوير حضرتك، قلت لي عددت لي الموسم كنتوا شو تزرعون؟ بانواع موجود شلون كنتوا تزرعون؟ نزرع نزرع الطماطه الخيار. لا قلت لي اكو موسم ينتهي يعني مثلا يبدي موسم الطماطه اي وراها يجي الفجل الشلقام أي. القرنابيط الشوندر هذن الزراعات كلها ننتجهن وراها البساتين وراها شلون؟ البساتين عندك التفاح المشمش الخوخ العنب العرموط بانواعه يخلص يجينا الحمضيات البرتقال اللالنجي الرارنج السندي الجرينفوت بانواعه تخلص هاي يجينا موسم الخضار هم نزرع ننتج كل شيء ننتج يعني السنه ما تتوقفون 24 ساعه احنا ما نطلع من البساتين يخلص هذا الموسم نزع موسم يطلع موسم يجي موسم يعني نعم. ننتج 24 ساعه اكثر شيء اكثر شيء تخصص زراعه تحبيته مركز بيه احنا زراعتنا الحمضيات والنفضيات يعني الحمضيات البرتقال والفواكه مثل التفاح المشمش العرموط الخوخ العنب هذن النخل التمر اكثر شيء الراجديه بشنو مشهوره؟ الراجديه ما نقدر نحصرها نقول مشهوره بشيء واحد، مشهوره بكل سله بغداد سله العراق مشهوره بكل شيء من التمر من الحمضيات من النفضيات وبكل شيء حتى بتربيه الحيوانات مشهوره كل شيء مشهوره الراجديه يعني متنوعه متنوعه بكل شيء خير من الله بس مع كل الاسف يعني تراجعت الزراعه احنا من تراجع. وقت بالضبط تراجعت من وراء السقوط تراجعت بهوايه واحد يحكي الصراحه زين تراجعت من وراء 2003 من 2000 خلل اليوم بالجهات المختصه لو خلل انه الفلاح مثلا حب التعيين اكثر من لا 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 الجهات المختصه
خلته يبتعد عن الزراعة، إهمال صارت من الجهات المختصة، ماكو دعم، ماكو مبيدات، ماكو مواد كيميائية، اهتمام بالفلاح ماكو، مي فترات ماكو، المي ماكو. هسه احنا نقول المي زين، بس اهتمام بالمواد الكيميائية، مواد المبيدات، المواد الزراعية، المي همين يساعد همين. اكثر شيء المبيدات ده تعبنا احنا، المبيدات. هسه انتم تشوفون احنا هسه موسم التفاح، التفاح جت ذبابة الفاكهة ضربت ما خلت، تضرب الحاصلة تزرفها وتنهيها. شلون اذا هذا موجود؟ هذا تعال شوفها قدامك، اجيب اليمك قدامك هذا، تعال وارجع لمكانك، تعال هذا شوفه، تجي الذبابة ممتاز، تزرف تزرفها وتعوفها وتروح، توديها للعلوة ما حد ياخذها، يقول لك هاي مصابة. العالم المستهلك يتجه على المستورد. نعم ارجع لمكانك. الصوت الصوت مو بينا، الصوت بالمبيدات، المبيدات مو اصليه. المبيدات انتوا اشتريتوها؟ على حسابنا، ماكو دعم. مين اشتريتوها؟ من المهندس، المكاتب الزراعيه. زين دائره الزراعه متوزع مبيدات؟ لا ماكو، ماكو اي مبيدات ماكو. هسه هاي شنو المرض؟ هاي ذبابه الفاكهه، هاي تجي تزرفها وتخلي ديدان بيها، هذا هذا الديدان تزرفها وتصير هيك شكلها. مو بس التفاح، العرموط، العنب، المشمش، الآلو، بأنواعه يضربه. بس هاي الفترة متأثرة التفاح. التفاح لا، أنت عندك المشمش، إحنا كل سنة نصدر مشمش. باو. نصدر المحافظات الجنوبية والوسطى ما. نعم. صدرنا، يعني يجينا أبو النجف، أبو كربلة، أبو البصرة يأخذ من عندنا. هذا بعد ماكو، قمنا اتجه بعد على المستورد. قبل يعني أول سنة تقريبا بالألفين وعشرين لما زرت الراجدية، أكو بيوت قاعد تنبني، أكو تقسيم للقطع قاعد يصير للزراعية. والله. وبس سنة بعد سنة قاعد نشوف البيوت قاعد تكثر والبساتين قاعد تغير. هل العزيز اليوم هذه الظروف السيئة بموضوعة الدعم وخاصة موضوع المكافحة خلت الفلاح صاحب البستان يتجه إلى بيع بستانه؟ يترك الزراعة ويتجه على تقسيم الأراضي مالته. يتجه يقول لك مشروع مو إنتاجي، يعني أنا خسارة. قامت ما حد، ماكو دعم، فيضطر أبو المزرعة يبيع او يقسمها ويسويها بيوت ويأجرها. هاي بده يصير هذا واضح، ومو بس بالراجدية، وفي كل العراق التقسيم. هي راح تنقرض الزراعه، اذا ظلت هيك تنقرض الزراعه، يصير بناء ومجمعات سكنيه وننتهي ونظل نستورد الجيل الجيل بعد جيل، يظل يستوردون، تنتهي الزراعه وتنتهي كلها، كل شيء ينتهي. واذا ماكو دعم، ولازم وزارة الزراعة تدعم الفلاح. وبكل العراق ما نحصرها بالراجدية، الراجدية سلة بغداد، والله العظيم سلة بغداد، تنتج بأنواع، وتعرفون شنو برتقالها، فواكهها، يعني ما شاء الله هي عشط وميها حلو، وانتاجها يصير الفواكه مالتها كلش طيبة، بس يعني انتاج زين ده يقلل. عدد الأمراض الأمراض، خاصة الأمراض تشرح على منطقتكم. هسه نعم. منطقتنا تعاني من ذبابة الفاكهة. ذبابة الفاكهة هي نفسها البحر المتوسط؟ البحر المتوسط. هي متعددة، ناس تقول بحر المتوسط، ناس تقول ذبابة الفاكهة، بس احنا نقول بحر المتوسط. أي وبعد؟ والعنكبوت، العنخيل، العنخيل، العنكبوت والدوباس. أي مكافحة ماكو، ما جت الطيارة، ما جت، ما كافحت. نعم ما كافحت واحد يحيان ابن المنطقه. اي طياره بس قالوا طياره وطياره طيارة، بس مو على كل المناطق، مو كل على المناطق. انت عندك النخيل، النخيل راح ينتهي. اي وانتم تشوفون الواضح جدا، شفنا بعض النخيل اتخال الاكياس عليه، هذا اكياس الحفاظ عن الامراض، حفاظ وعاد ساعد شويه، يعني تقلل من الامراض. نعم. هذا من جبنا الدوباس. الدوباس اذا ظلت هيك، اذا ماكو دعم، ينتهي النخيل بالعراق، خاصة بالراجدية، لأن الراجدية تشتهر بالنخيل بأنواع. تقريبا أكثر منطقة بغداد بغداد نخلها نخل. وصدر الراجدية، تصدر للمحافظات وخارج العراق. الراجدية والطارمية تصدر أنواع وأجود أنواع التمر، وأنت تشوفون بالتصوير وتشوفون شنو التمر وشنو المعاناة الفلاح. وإحنا نشرف بيكم، الله يخليك، وأهلا وسهلا بيكم، الله يحفظك. بس معاناتنا والله العظيم تعب. عددنا هاي الامراض اللي انا صورت بالديجيل، عندهم الكيسيده او شيء هيك شيء، هو بعد ما اكل. هي احنا اكثر شيء دا تاذينا هنا والعراقيين، ذبابه البحر المتوسط. انت هنا اكثر شيء، بس احنا نتابع في الاهلي، احنا تعرف انت جيراني ابو بلد وش اسمه يعانون من هاي، يعانون يعني هم نفس المعاناه، نفس المعاناه، بس انت عندك المبيدات، اكو مبيدات، المصايد خلت توزع قبل 3 سنين، وزعت الزراعه مصايد. اي هاي وزعت مصايد صح، مفيده كلش، احنا ما نقول تلزم الحشرات، اي تلزمها مفيده، واحنا على واي وزعونا
هسا خلي يجيبونها القطاع الخاص احنا نشتريها. اها اذا يجيبونها الحكومه تجيبها تستوردها خلي يجيبونها ووزعونها المكاتب القطاع الخاص. نعم. احنا نشتريها حتى نقدر ننتج. اذا ظلت هيك ماكو انتاج ماكو انتاج ولا هذا ده شوف هذا التفاح. يعني احبتي المشاهدين يعني اليوم يمكن 4 سنوات عمر البرنامج ورحنا بين مزارع وبساتين عشنا والله لا تعيشون هسه بهاي الاجواء الصعبه بالرطوبه والحراره العاليه. يعني اليوم فلاحنا العراقي يحب يبدا يحب ينتج يحب خاصه انا بالراجدي. انا يعني التقيت ويا فلاح زارع حمضيات ابو محمد اتذكر ابو محمد المساري هيك شيء كل التحيه له. ايضا كان مبدع ومنتج ولكن اكو معوقات كبيره قاعد تاثر على عمله قاعد اليوم وتخليه يوصل الى مرحله. الاخ وليد يعني انا عرفت هواي معلومات عنه يتابع يوتيوب وانترنت يبحث بالبيجات العالميه شركات يتابع حتى زملاء بغير اقضيه ونواحي ومدن على مود اليوم يسوي فكره. ولكن للاسف حشره واحده والله لان وزاره الزراعه ما حبنا واحترامنا اصدقائنا وزاره الزراعه قبل 15 يوم التقينا مع معالي الوزير والله وزارة الزراعة ما وزعت أو دائرة الزراعة الخاصة بفلان منطقة ما وزعت اليوم الأدوات الخاصة بالمكافحة ممكن ينضرب لك بستان كامل. هذا التفاح اللي قاعد تشوفوه بالبستان كله منتهي. شوفوا هاي اللقطات الآن عبر قناة الأيام الفضائية بمجار المياه سقط التفاح وايضا الفلاح ايضا اليوم لما الفلاح يشوف التفاح مالته بهذه الحاله ايضا يتاثر نفسيا. قلت لي اول ما فتنا اشرت لي على احد اليوم النخلات الموجوده هنا أنا. قلت لي هاي 100 دولار قدي انه تستخدم دواء لها المبيد انت تقدر شركات أي. انت تروح حسب الامكانيه حسب الامكانيه انت اكو مبيد ب 25000 واكو ب 30000 واكو ب 90000 واكو بورقه. انت تعرف انت لازم تروح تجيب الفلاح لازم يروح يجيب المبيد الصح لان اذا جبته انت المبيد المو صح الحاصل مالتك راح ينتهي. فهذا يكلف الفلاح يكلفه يضطر الفلاح يجيبه بس هذا تكلفه على الفلاح تكلفه يعني كارثه كارثه. احنا نريد مبيدات من شركات رصينه لدعم الفلاح واحنا عندنا نعم. هسه المبيدات الكيمياء اللوري احنا خلي يقللون احنا عندنا شركات تنتج صحيح بالبصره بالبصره خلي ينتجون يدعمون الفلاح حتى يطور من نفسه. ليش يروح يشتري من برا؟ ليش يشتري الداب الاردني يشتري؟ ليش يشتري الطن ب1,700,000 وصل 1,700,000 وصل 1,000,000 هسه نقدر نقول ب1,400,000 ب1,600,000 بس هذا ب1,600,000 يكلف الفلاح يكلفه هذا بهاي الاسعار هاي الاسعار يكلفه زين يكلفه. يعني هالسنه ما سوقته لا ما سأل للبيت ما سأل تشوفون أنتم ما سوقنا خسارة. أنت عندك مبيدات تقليم مكافحة اليوم الحالة أنت لو كل بساتين الراجدية كل الراجدية كل الراجدية أنا ما دا أحكي لك عن نفسي دا أحكي لك عن الراجدية. يعني أنت إذا أنت مصاب جيرانك مصاب والآخرين وإذا كافحت تنقل العدوى من إذا ما تكافح إذا أنت ما تكافح جيرانك ما يقدر يكافح. لازم أنت الحكومة وزارة الزراعة شوفوا لنا صورة حل شوفوا لنا صورة حل تطلع تدعم الفلاح بالمبيدات بالمتزمات الزراعية ولا هاي راح تصبح كارثة كارثة. نعم انت خايف على الجيل اللي بعدك والله انت شو تقول احنا نخاف على الجيل ونخاف على انفسنا ولدك اخوتك الصغار يساعدوك لو لازم احنا يساعدون بس هسه والله قام ما يساعدوننا ملوا لان ماكو دعم. انت تعرف التفاح تكمله وينتج وتروح تودي له علوه ما ينبع والله مزروف ضبابة الفاكهة. نعم لو عندك هيك انتاج حلو ايه تقدر تبيعه تصدره. ليش احنا نستورد من برا؟ ايش بيه هذا التفاح الله عليك ما اسف والله شكله حلو بس شكله حلو وفاكهه حلوه بس يعني. مع كل الاسف انضربت شوف انضرب مشاهدنا العزيز والحبيب خلي نراوي المشاهد بداية. شوف اليوم الحجم ما شاء الله تفاحه حالها حال المستورد بس شوف للاسف يعني تعتبر مضروبه 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 خليه يصور ويشوف تعتبر هاي جهه منها مضروبه هي هاي شوف هذا شو اسوي بها بس هذا طبيعي ينأكل هاي لا ينأكل انا وياك بس مو ذاك الشكل اي بس انت العالم الدوره انت بنعمتي الدوره تشيل صح النظيف حقها نظيف حقها اليوم تروح للمستورد تقول لك انه مستورد النظيف ليش؟ لان المستورد اكو عده حكومه وعده جهه مختصه تحميه. المستورد عده طائرات رش الطائرات الرش اللي صار لها سنوات
التقينا مع معالي الوزير، كل التحية للدكتور عبد الجبر المالكي اللي أيضا تكلم إنه الوزارة الحكومة اللي قبلهم أو الحكومة اللي قبل الكاظمي قبل السيد عادل عبد المهدي يمكن مشتري طائرات، وطلعت الطائرات عطلانة. هسه واحد لو يشتري باسيكل هم يفحص هذا الباسيكل، شوف البريك مالته يشتغل، العجلات مالته تشتغل لا، الهورن يشتغل لو لا، مشتري له طيارة مليارات، طيارات مليارات يطلعن عطلانة، ومعتمدين على طيران الجيش. يلا يا ريت طيران الجيش ما يقدر يكفي، طيران الجيش يلتهي بأمور الأمنية لو يلتهي بالرش المزروعات مشكلة. المياه قلت لي الوضعية جيدة، هسه احنا هاي السنة مو هالمشكلة، المشكلة يصير لك المي زين تطلع لك امراض. احنا هاي السنة نتبشر بخير من الله، احنا نقول الحمد لله هذا المي السنة خير من الله، بس احنا معاناة الفلاحي بالراجدية وبالعراق، معاناة الأمراض هاي السنة أمراض كارثة بأنواع الأمراض ما تتصور. شنو سببها؟ سبب المبيدات ودعم الزراعة ماكو، يا أما الزراعة أهمال من عدها، يا أما من خارج البلد يريد يدمرون العراق نبقى مستوردين العراق. إيه نبقى مستهلكين. بلد عنده نهرين، 42 مليون مواطن، 18 محافظة متنوعة المناخ، واليوم التربة جبلية متموجة صحراوية، سهل رسوبي وتستورد، ما صار هاي الكارثة بكل العالم. كارثة يعني هذا التنوع اللي قاعد نخسره يوم بعد يوم. أمر آخر، يعني هاي الراجدية المنطقة الزراعية المهمة جدا واللي سلت بغداد، وأعترف من أجود المناطق الزراعية وخاصة بالنخيل والتمور والحمضيات، والحمضيات أيضا، وهاي كل الأمراض دائرة الوقاية ما زارتكم، دائرة الإرشاد الزراعي مع كل دائرة الأسف. الزراعة مع كل الأسف ماكو، وإحنا نطالب من قناتك ومن حضرتك شخصيا توصلنا صوتنا، وصوتي يعني أنا كفلاح وصوت أهلنا بالراجدية والمحافظات، معاناة نشاهدها معاناة كارثة، ومع كل الأسف أنت وزارة الزراعة إحنا نطالب من الوزير شخصيا. نعم وأريدك توصل صوتنا للوزير دكتور عباس، أريده نعم. يطلع يتابع الأراضي الزراعية يتابعها، والله رجل يطلع أنا شايف زيارات حضرتك. بس أريد أيضا للبساتين هذه توصل هي أمانة الله ما تقطعها وتوصل لي، أريده يتابع البساتين خاصة بالراجدي، يتابع معنات الفلاحين، احنا منتجين، احنا بدنا نقول لك صح احنا صغار بالعمر بس منتجين في الاليع، منتجين طموحين، نريد ننتج، نريد نطور بلدنا، احنا خا ما نضل مستهلكين، نقول على رحمة الدولة الفلانية. احنا بينا البركة، ومو بس انا بكل اخوتي بالمنطقة الراجدية وبالمحافظات، لا تتصور ما عندنا خبرة، عندنا خبرة ونريد ننتج وطموحين ونريد ينهض بلدنا بالزراعة وكل شيء، يعني من النحل، من الدواجن، من الحيوانات، من الأبقار، من كل شيء. احنا الراجدية كل شيء تمتاز، وبكل شيء تمتاز مو بس بالزراعة. نعم. تربية الدواجن، تربية النحل، انتاج العسل، احنا عندنا بركة بالراجدية خير من الله، بس عم دعم ماكو. يقول لك ما موت المبيدات. لا احنا احنا كيف المبيدات تجيبها وزارة الزراعة تكافح النخيل وننقل نحن، بس المبيد ما كتل. تقول اقول فاشل. ما احنا ما نقول بس البق ما كتل. البق ما كتل. وانت تعرفون هسه تعال تجي بالليل وتشوف ان انا الامراض، والدليل الامراض زادت. من طارت الطائرة زادت الامراض. اذا المبيد فاشل. ممكن نطى نشاط يجوز للامراض. اي والله العظيم اول سنة عندنا اصابة هيك. صار لنا اول سنة. تلقيح يجوز هذا. امانة الله اول سنة احنا اول سنة. ها مع العلم احنا هذا ثالث مكافحة. نعم. ثالث مكافحة. نكافحها والنوب راح نكافح بستانك النخيل شنو هذا بأنواع من البرحي من المجهول شيء. من البرام مجهول بيه مجهول ما شاء الله خير من الله. الله مجهول برحي عمراني خضراوي بكل شيء بكل شيء احنا الراجدية وانا كل شيء خير من الله ربي يحفظك انت اليوم النموذج الناجح للفلاح بالراجدية الله يسمع من حقك وربي يحفظك ويوفقك انسان نشطان والله مشتقي بيك يمكن قبل ستي بس ما سوينا لقاء اي ما سوينا ما سوينا لقاء فكل تحية على راسي شرفتونا واهلا وسهلا بكم وان شاء الله ربي يوفقك يا رب ان شاء الله نجيك احنا توعدناك نجيك بوقت التمور ان شاء الله وياكيد ابو سيف ايضا موجود ان شاء الله على راسي وشرفونا والله قناتكم من المعجبين بها احنا ربي يخليك الله يسلمك.
أحبتي المشاهدين، هذه القصة الأولى اليوم مع وليد عبد الستار اللي تحدثنا بيها عن معاناته الكبيرة والله يعني، وأيضا معاناتنا يوم الحرارة طلعنا من مقر قناة الأيام الفضائية تقريبا بالسيارة قررت 52 درجة مئوية، ولكن كل شيء هون من أجل عيون الفلاح العراقي لأجل أرض السواد. يعني برنامج أرض السواد هو رسالة حقيقية اليوم لدعم الفلاح ومناشدة الجهات المختصة من أجل كل احتياجات اللي للأسف في بعض المجالات أكو نجاح. اليوم لما كنا نتكلم على وزارة الموارد المائية، لا اليوم عم الجماعة دي يمدحون أكو مي والمراشن 4 أيام بالأسبوع وخير من الله، ولكن تجي للأسف عرقلة كبيرة جدا وهي موضوعة الأمراض المنتشرة في هذه البساتين العامرة. رغم الأمراض إن شاء الله تبقى عامرة وإن شاء الله يا رب تنحل هذه المشكلة بأسرع وقت. عندنا قصة ثانية مع فلاح أيضا مهم جدا في الراجدية مع أبو سيف الدريمي، ابقوا يانا. طبعا أحبة المشاهدين مثل ما قلنا لقاءنا الأول انتقلنا إلى أبو سيف الدليم أحد أبناء هذه المنطقة الزراعية المهمة. السلام عليكم أبو سيف. يا كثير هلا بكم، يا ألف هلا بكم، يا مرحبا. التقينا مرة. نعم. وكان قصفك عنيف. نعم. قوي أنت. نعم. هذا قوي. شلونك؟ ألف هلا بكم، كثير هلا، كثير هلا بكم. ربي يحفظك ويخليك. الله يخليكم، كثير هلا بكم. الله يخليك. أبو سيف اليوم الراشدية. نعم. تعني لك كثير، ذكرياتك، ولادتك، دراستك. إيه كل أنا وياك كنا نتجول بالراشدية، تقول لي مثلا إن هذا بيت فلان، هذا صديق بالدراسة، هذا بيت فلان. فعلا فتعني لك شيء كبير كل جداً. العشائر احنا اهل هنا. ايه. بالراشدية بعامرها بدليمها بهادليها، بكل العشائر محتويتها الراشدية هنا. ايه. كزراعية هي حلو قلت دليم هو بهادليها هي بهادليها. اه بالضبط. هاي كل العشائر محتويتها الراشدية. اها كل سؤال تفضل. يعني اغلب المناطق الزراعيه الاروحه يعني مثلا بها الكثافه السكانيه لعشيره معينه، يعني مثلا اذا رحنا الفلوجه دليم اكثر شيء، اذا رحنا الدجيل خزرج اكثر شيء، الراشديه متنوعه. شلون حافظتوا على هذه المحبه وعلى السلم الاهلي رغم انه عشائر الراشديه متنوعه بالمذاهب؟ بالضبط. شلون هيك احنا متربين شوي بيئه، احنا متربيين ولادتنا كلتنا هنا ازيديتنا بالراشديه هنا. نعم. من صغير وعينا الى 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 كبرنا، صار مهندس، صار قاضي، صار كذا، ولحد الان قعداتنا سويه ومضايفنا. وكل ناس تروح تعال اليم ناس هاي ماكو، احنا ما عندنا هاي الشغلات مال فلان شيء هذا هيك وهذا هيك، ما عندنا. تربيت سويه مدرسه واحده اخوه خوه متربين ولحد الان خوه تناسبتوا بالضبط. هاي بالضبط، هاي ماشي هاي. أي. ما عندنا فرق، هذا بهادلي او هذا عامري او هذا، كلتنا اهل وديره واحده. احنا اهم شيء عندنا الديره، المنطقه معرفة. الديره اهم شيء، الديره عندنا احنا الديره. من واحد يقول هذا بهادلي او هذا عامري او هذا دليمي او فلان شيء تقرب الديره، ماكو هاي عندنا، كلتها سويه، كلها سويه، كلتها سويه، كلتنا زراعيين. أيه. ونحب الزراعة كلنا بالراشدية، أعراسكم، أعراسنا، مناسباتنا كلنا، حتى هاي كل هاي كلنا بعدنا لحد الآن نفس الطبيعة عندنا احنا بالراشدية. نعم. ما بدنا، هاي هويتكم المجتمعية بالضبط اللي نفتخر بيها، اللي راح تستمر جيل بعد جيل إن شاء الله. الهوية الزراعية شنو أخبارها؟ والله الهوية الزراعة هذه مرة التقيت بيها أنت، ما صار كل شيء، بس المي شوية زين، عن المي السنة زين، بس قللوه، ما قالوا احنا مثلا احنا راح نكثر لكم المي، ازرعوا، ازرع الفلاح، خلوه. قال المي ماكو، اغلبيتها باعت الاراضي مالتها، قالوا المي ماكو، راح يجينا موسم مي ماكو. صح.
الباع تندم هسه اقول لك جي المي وتندمت اني يعني. فظلت الزراعه ما ادري متضاربه بيناتنا متضاربه ما تعرف لا ابو قطاع مثلا يجيك مهندس هاي بالمكافحه يجيك لا طيران لا شيء. زراعه متروكه عندنا زراعه متروكه ماكو. هي ترى مو بس بالراشديه. نعم اكيد عموم العراق والنموذج الراشدي يعني وين ما تروح هسه تسوي اي لقاوي اي فلاح نفس الحكي ترى كل العراق كل العراق كان بزرع الحنطه او الشعير او الحمضيات او النفضيات او التمور نفس الحاله هاي نفس الحاله استاذ العزيز نفس الحاله هاي ماكو اي تغير. المشكله ايه؟ وين العرقله وين الكابوس الاول اللي تواجه الزراعه شنو؟ الحكومه مرتنا ما جت تابع الفلاح الزراعه ما جت تابعها يعني اذا بده هيش مثلا قاعد مدير الزراعه قاعد ورا الميز ما بس يوقع وما يدري شكو ماكو ما يطلع لجان مثلا اطلع على البساتين اطلع على الزراعه اطلع على الفلاح شوفوا شنو شنو معاناته. ترى انت الوحيد اللي جاي تطلع هسه انت جاي تصور وتعرف معاناه الفلاح وانت شفت بعينك الحر هسه وشفت معاناه الفلاح انت جاي تشوفها بعينك مو بس انت هل واحد من عندهم طلع في اليوم من القطاع او من زراعه بغداد او من هذا قال خل اشوف معاناه الفلاح شنو تقف فلاح مهندس فتشيل تقف فلاح شنو الامراض اللي عندكم نطلع نصورها شنو الامراض اللي عندكم هاي ماكو خلاص ماكو ما حد نعم. طلع اي ما حد طلع انت ترى انت الوحيد عام وهاي السنه انت الوحيد كاعلام اي كاعلام بس انت جهه تطلع تتابع جهه تتابع الفلاح جاي تقول لهم يابا هاي الصوره هيك الفلاح هذا بتاذي خطيه خطيه بس ما جاي يفيد الحكي مشكله اي مشكله. اريد اعرف اني قبل عده ثلاث ايام اربع ايام حبيت اصور حلقه على التفاح خابرت بعض المناطق فاتصالي خابرت على الراجدي قالوا يا تفاح تفاحنا انتهي بالضبط شنو موضوعة الأمراض قاعدة بالضبط انتوا صورتوا قبلي نعم فشفتوا التفاح ايش قد كل تمريض كل تنفض ووقع أمراض هي هاي تجيك حشرة ما تعرفها شنو هي يعني تضرب التفاح راسها ضربتها نص بنص وقعت التفاحة يعني زرقة يريد الفلاح يحويها زرقة ما يلحق بها مكافحة كل ثلاث أيام مكافح قامت مصرفه هواية كل مكافحة تكلف لها 500 600 ألف دينار أو مليون شيء ايش راح يستفاد الفلاح من هذا ما يستفاد كل شيء ما يستفاد زين انت التمر عندك التمر النخيل مكافحه جاي نجيب الهوردرات او بالمكاين شغله نكافح يصعد فوق الخلا ما يجي عمد هذا نكافح الخلا يعني هاي ما صايره هاي زين هاي نوعيات المكافحه اذا موجوده الطائره كان انتهت احتياد انتهت احتيادي بس طائره ما 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 وصلت قبل اي قبل قبل تسعينات ثمانينات اي حتى السبعينات يا أيه. مواليد ابو سيف انا مواليد 63 ربي ينطيك الصحه والعافيه الله يخليك يعني نقدر نقول بالسبعينات ايضا واعي شاب واعي يعني واعيها كلها واعي طائرات كانت كل سنه تجي كل موسم تجي تكافح كل موسم يعني انت حتى الزنبور احمر تموته زنبور احمر يقول لك عصافير مرات تموت. عصافير تموتها هي من عندها بعد انتهت من هذيش انتهت بعد ماكو اي مكافحه كافحنا مكافحه الزينات وبعد الباقي كلها صفر بعد ماكو هاي السنوات الأخيرة. إيه هاي بعد. يا سنوات لا تتذكرني شو كنت كافح. والله أتذكرها يمكن بالألفين وستة كافحة خوش مكافحة وسبعة خوش مكافحة بعدين ماكو وراها انتهت بعد ماكو أي مكافحة. طائرات ماكو. طائرات ماكو قالوا عطلان الطائرات. أي صح. وإحنا قلنا تبرع لهم بس ما الله داهم علينا إيش نسوي بعد. شلون تتبرع لهم؟ تبرع لهم كل فلاح 1000 دينار نصلحهم. بس ما الله هداهم علي انا شو والله مبلغ دزوا طائرات اذا كاو. اذا اذا على الفلاح مال العراق على 1000 اي على 1000 رقم كبير فعلا صحيح هو شنو انت انت شنو انت انت وارد الزراعه وارد الزراعه هو قليل وارد الزراعه انت منتج تقدر تصدر معده هي مال الزراعة بس ما يا اخي ما هو عندك الزراعه والنفط عندك بالعراق الزراعه انت تركت مركزين بس على النفط بس مركزين على النفطات وعندك مي وعندك هذا وخيرات عندك بالعراق خير من الله انت هاي النخيل هي نخيل الدول احنا قبل الامارات مال الامارات يستردون عندنا فسيله يستردون هسه قمنا احنا نسترد معتهم صح هم يستردون بالكويت الامارات السعوديه يستردون من عندنا الفسائل النخيل ياخذ معنا يشترون مشتر يا كانوا شو يشترون اكثر شيء انا الزهدي اخذوا النوعيه البرحي اخذوا من عندنا النوعيه زي هسه قام يهجنونه يدزونه قام يدزونه هم نشتري معهم احنا قمنا نشتري معهم شنو الفائده ليش احنا وين الزراعه مالتنا وين مع الاسف هاي اللي يصير انت تنقهر من تشوف هيك مشكله والله مشكله يعني انت تنقهر على سنه بعد سنه جيت برنامجي تنقهر احنا مو انا مو على نفسي على كل العراقيين على كل الفلاح على كل العراق تنقهر يعني
ما يجري هي شوي. ابو سيف يعني اليوم اريد اعرف بالبدايه الراشديه اكثر شيء شنو متميزه؟ صح عندها نخيل، عندها حمضيات، عندها نفضيات، تميزها وين؟ يعني بالزراعه قصدك؟ اي لا تكون ميال كلش للراشديه تقول كل شيء. لا 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 اي الراشديه كل شيء تزرع صحيح، اكثر شيء متميزه. متميزه بالنخيل والحمضيات، ازي شيء هاي اول شيء نخيل. نخيل ايه؟ والحمضيات، وثالثه النفضيات. اها ترتيب بالترتيب. بالترتيب الفلاح ما يقعد، بس انت الفلاح ده يشوف ايش جاي ينضرب عنده، الثمر جاي ينضرب عنده، يعني ما جاي يخلونه يشتغل، ماكو دعم على ما يسوي له واهس الفلاح. الرمان يعتبر النفضيات بالضبط، هو مهم مهم النفضيات. اي نفضيات هم تاثر بالامراض والله، هي تنضرب هم اندوده وتنتهي، هم تنضرب وتخيس بطنها تخيس وتنتهي الرمانه. انت عندك شهربان، قبل شهربان قبل شهربان متميزه بالرمان صح، العام كرت رمان ما شهربان لا كله تولى المصري مصري اكثر لو اليمني مو الاستيراد ايه. رمان هاي هيش الرمانه صارت يجيبونها البغداد الجميله يجيبونها، وين راح؟ كله انتهى، راح انتهى انتهى والله. كانت قبل الحجه مي ماكو. اي لا هسه شنو الحجه؟ اكو بس امراض، امراض مكافحه ماكو. يعني هسه انتم لو يكافحون ويركزون على الزراعه، الزراعه نفطي يعتبرون نفط، نفط وما يخلص، نفط ثاني. انت ابسط شيء هسه عندك التمر مسلمينه بيت التجار، بيت التجار التاجر راح يجيك هو يحكم الفلاح، يفيدك بهذا السعر يفيدك، ما يفيدك عافه وطلع اقول لك ما اريد هذا، القوه هذا التمر. انت ليش قبل كانت الدوله هي تستلم، الحكومه تستلم التمر والصدره؟ يعني تريد تريد مطالبتك او فكرتك ابو سيف تريد موضوعة التمر مثل الحنطة؟ مثل الحنطة بالضبط، هو دا أقول كيها. أنت هي قبل كانت هيك؟ أنت سبقتني بهذا، ها أي سبقتني أنت بهذا، هو صحيح هو هذا. مثل الحنطة تصير تستلمه قبل الحكومة تستلمه، عندها مخازن وهي تصدر وكل التمر تستلمه، هذا لتعلبه، هذا أشق المعامل، أشق الكذا، أشق المدري شنو. أنت ليش جاي يروح الباقي الدول التمر مالنا ويعلبونه ويدزونه يبيعونه يا نوب؟ يبيعونه من جدة وجديد. ليش احنا هاي ليش يعني شنو؟ يعني شنو الفيلم؟ ماكو احنا عندنا عباقره، احنا ترى عندنا عباقره بالعراق يفتهمون وبالزراعه ومهندسين، يعني وين راحت هاي ما ادري. نعم زين نرجع للمحور حلقتنا الرئيسي، موضوعه الامراض اللي قاعده تصيبكم. الدوله او الجهات المختصه بموضوعه الزراعه نقدر نقول انه ما توفقت بهذا الامر، ابتعدت عنه. انتوا شلون قاعد تكافحون؟ بيش قاعد تشترون؟ احنا جاي نشتري من التجار، وانا قلت لك سابقا بيها التاجر هو الربحان. التاجر هم يريدون، التاجر عندهم علاقات ويا التجار. مثلا التاجر يقول لك انا اكو من الناس يقول لك التاجر انا يشتري، يقول لك الفلاح يشتري يعني بفلوس يشتري، اما لا القطاع يوزع ولا كل شيء يوزع. الله العظيم يجوز حتى لا يجيبونه يبيعونه للتاجر، حتى لا يجيبونه يبيعون للتاجر، والتاجر يبيع لنا النوب. ابد ما سلموكم موبيلات؟ ابد خلاص. اني من صارت لحد الان من 2003 لحد انا كلش ما بسلم مقطع ابد. خاف انت ما قاعد تروح تراجع؟ رحنا مراجعه مره واحده اي، وديت سندات عندهم يعطونك بطل واحد، كل خمس دونم يعطونك بطل واحد، خمس شو تضحك عليهم وتمشي معامل وتعال وقع وجيب السند، والسند لازم 2023 ورايح بيها وجاي بيها ووقع فلان وقع. انت شريك بهالدوخه هاي، روح اشتري تجاري بعد، شنو البطل على خمس دوانم؟ هو ما يكفي له نص دوانم، ما يكفي له بالمكافحه. شنو عليش رايح؟ لا ما اروح. عليش قام مطنك كيماوي بده تروح؟ كيماوي بده يعطونك تشيسين وزنه وماكو. صدق هاي القرار مال البطل بخمس دوانم؟ اي والله العظيم. هو البطل ايش قد يكفي؟ شي يكفي لك؟ يكفي لك محموله واحده. محموله واحده زين، انت تكافح اربع محمولات خمس محمولات. خمس بطالة يردك، أنا أروح متعني وعايف شغلي وعامل على بطل واحد، حتى أضحك أنا أعوفهم وأرجع، إيش قد تطون بطل؟ وجيب ها وتاخذ بطل فارغ وياك، يعبوا لك بطل لازم. إي إي على حتى ما تروح تبيعه. على ما تروح تبيعه، هاي 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 صار النوب بالجديد. إي صحيح. إحنا أهل الأدوية وإحنا أهل المبيدات بالعراق وإحنا كذا وإحنا كذا، ليش يعني؟ مشكلة والله، مع الأسف مع الأسف يعني وصلنا لهذا. فإذا أريد أحكي لك يعني أحكي يعني هواية هواية حكي يعني عن الزراعة. زين أبو سيف، أنت معيشتك اليومية ما معتمد على الزراعة؟ أنا لو أعتمد على الزراعة يقتلني الفقر، يقتلني الجوع. يعني الزراعة خليها هيك هواية؟ إي لأن ماكو بعد واحد يعيش على الزراعة، خلاص انتهت.
الزراعه نهوها، يعني انت اغلب الناس باعت باعت يعني كارثه التجريف وصلت ايه الى الراجديه. لا وصلت وتوزعت اغلبيه الراجديه ويدرون، حتى سيد الوزير يدري، الحكومه والدنا تدري، كلهم يدرون. يعني توزعت انت مثل الدوره عندك توزعات، صح، عندك مثل فحامه توزعات، عندك باقي المناطق هنا بالراجديه توزعات، لان بيهم لا موظف لا بيش يريد يعيش، ابن الولده كذا ما ادري شنو، يعني اغلبيتهم نهوها الزراعه. والداي يشتري ما جاي يستثمر، مو مستثماري. الداي يشتري مو استثماري، سند يوقع ويخليه بجيبه ويعوف القاع يتركها. مثلا اشترى 100 دونم عارف القاع ما يستثمرها. ما يستثمر هو، ترتفع سعرها ويبيعها. بالضبط، هو لو تلقي تاجر، لو تلقي شنو، ما تلقي مثلا فلاح مشتري فلاح دا يتعبيها دا يعيش من وراها. هاي خلاص هاي ماكو. مع الاسف هذا نخسر اراضي زراعيه. بالضبط، تظل ارض زراعيه متروكه مهجوره. وهذا شيء غلط، هذا يعني شيء غلط. يعني قام يشترون الفلاح بفلوسهم، المزارع بفلوسه. وبالعكس ادعم الفلاح، ادعم المفروض الهويته فلاح، الهويته فلاح ادعمه، بس الهويه اللي عنده فلاح هويه. على اساس يسوون بطاقه ذكيه للفلاح، ما سمعتوا به؟ لا لا هاي ماكو ابو. المفروض الفلاح تعيين ما يصير له. ادعمه، اي ما يصير له الفلاح، قلت لي صحيح، تعيين ما له المفروض، ما غطي تعيين. ادعمه اقول له تعال انا ادعمك، ما يصير لك تعيين. هذا شو فكر الفلاح؟ اقول لك اني ليش انا ولدي، يعني لو ولدي كنتهم متعينين كل واحد 500 او 600 مو احسن لي من الفلاحه اني واقعد واسكت وابيع القاع. صح. واشتري لي استثمارات بهن واحسن لي. انت سيارات، سيارات وكذا وما ادري شنو. الزوج الثاني. قام 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 يفكر هيك. انت فلاح ما عينك بكل شيء، انت فلاح اعطيك هويه مال الفلاح. ادعمك، تعال ادعمك، شو تريد الفلاح؟ شو تريد؟ ادعمك بكل شيء في سبيل اللي يتجه على قرار التجاره. بال 85 شنو طوك؟ انا طوني سيارتين. ايه. 85ات ب 1600 بالاقساط. وبالاقساط. ودكتر ينمر. ومحمولات. ايه. ومبيدات. حلو. ينطون هاي كل سنة. كل سنة. وكيماوي تجي بكيفك، تجي عن رئيس قطاع هنا بالراجدية اللوري كومو يقول لك تعال فلان تعال اخذ كيماوي، ايش قد تاخذ؟ تجيب التنكات ينطيك تصل بكيماوات وتطلع ترسم بكيماوات. والداب واللوريا، اللوريا احنا عراقية اللوريا، هسه ليش اللوريا؟ وين وين؟ بالبصرة. بالبصرة ليش ليش يعني ليش؟ معمل ليش هسه على التجاري؟ ليش على التجاري؟ انطيها بس القطاعات. ترى وزارة الصناعة ما عليكم عتب كلش كبير، يعني مو فقط اليوم الزراعة. بالضبط، لا مو بس الزراعة، وزارة الصناعة، الصناعة هم انتهت الصناعة، هم انهوها. يعني خلي يسوون لنا اسمدة هسه، ما نريد احنا طيارات. للتجار جاي ينطونها، للتجار ما ينطونها للفلاح. يعني انا لحد الان ما مستلم كل شيء من القطاع. وسمعان بالقطاع مالنا، واصلا ولا راجع القطاع. لان خلاص انت القطاع شو يريد يعني شو يريد يسوي لك؟ ما يسوي لك كل شيء. قاعدين بس هيك وجرت هيك. هي هاي صارت هيك يعني مشكله. اي مشكله صارت. يعني ما اعرف بعد ورا كلام ابو سيف ايش نحكي ايش نقول. يعني للاسف قاعد نخسر اراضي زراعيه، قاعد نخسر اليوم مدينه مهمه مثل الراجديه اللي يوم دوانمها الزراعيه قاعد تذهب، بساتينها قاعد نخسرها يوم بعد يوم. والله على مود مثلا تقطع سكن، ويا ريت ما ادري من يلم لهاي الفلوس، يجي الفلان وعلان ويجي راح نهى بستان عمره مئات السنوات عشرات السنوات. للاسف ابو سيف، يعني قبل ما نختم وياك، رسالتك اليوم للحكومه العراقيه للسيد السوداني اللي هو مهندس والله زراعي. والله الله يكون في عونه السيد الوزراء، يعني الله يكون في عونه. يعني شو بده يصير؟ يعني ما حد يخليه يشتغل. لو يخلونه رئيس الوزراء يخلونه يشتغل على شغله، حتى الزراعه يعيدها من اولها الى تاليها، بس ما حد يخليه يشتغل. يعني انت عراق، عراق انت واثق من فكره السوداني موضوع الزراعه؟ واثق 1000%، مو هيك، لان هو رجل زراعي، زراعي ويعرف الزراعه هو شنو يعني. ودي حكي بس الحكي ما حد ينفذ، اي تنفيذ ماكو، حتى لا هيك تنفيذ ماكو. هسه انت مو هاي ابسط شيء، هسه انت عندك بالراجديه انت عندك قاع فد 20 دونم، تريد تطلع لابنك فد 200 متر تبني بيها. اذا جبت بلوكه اتحداك كل الدنيا تنقلب عليك. لا شلون قاعد يبنون؟ ماكو بناء، هسه انتهى البناء بالراجديه. ابد؟ ابد. إيه سند يقول لك ماكو فلوس، شغلت فلوس. ايه شغلت فلوس. فلوس تط فلوس. اكو ناس تبني. اي اكو ناس بس قليله. كل التحيه والحب لك. يا الف هلا بيكم، وشكرا على كل هذه المعلومات. اخ عزيز ان شاء الله. اللي حقيقه اليوم
للأسف يعني حابين اليوم ننقل صورة، ولكن الواقع كان واقع مؤلم خاصة بموضوع الأمراض. كل التحية والشكر يا ألف هلا، الله يخليك، شرفنا بيك. يا مرحبا، يا ألف هلا بيك، وانت الله يحفظك. طبعا أحبة المشاهدين، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. أرجع أن ذكرت القصة خلال لقائي مع أبو سيف الدليمي، وذكرت أنه الأيام السابقة كنت أريد أسوي حلقة على التفادام، أنا قبل عدة أيام من التصوير أركز لي على شيء معين مثل الحلقة الماضية على العنب الدجية، قلت التفاح خلينا نروح للراجلي، ولكن أي واحد يتصل بي من الراجلي يقول الوضعية منتهية، الأمراض دمرت اليوم البساتين، مو فقط التفاح، النخيل، العنب، المشمش وغيره وغيره من هذه الأمور. للأسف الراجلية جنة حقيقية موجودة في بغداد، وإن شاء الله يا رب ترجع هذه الجنة بأسرع وقت. كل التحية والشكر والتقدير. يعني إحنا مثل ما ننتقد ونقصي في بعض الأحيان على بعض الجهات الحكومية، لا خلنا نشكر. كل التحية والشكر والتقدير إلى وزارة الموارد المائية، اللي ما شاء الله الفلاحين الآن يعيشون بخير الواردات المائية الكبيرة وتوزيعكم الجيد. حتى تقولون أرض السواد بس ينتقد، لا، أرض السواد بالإيجابي إيجابي، يتكلم بكل جدية وشفافية واقعية. الحقيقة موضوعة المياه خير من الله، 4 أيام مراشنة، بالأربعة أيام من الأسبوع مراشنة، ولكن العتب الكبير جدا جدا على دائرة الوقاية في وزارة الزراعة، ناسين الفلاحين، وعملكم هو الفلاح، وعملكم هو البستان، وعملكم هو الحقول الزراعية والإرشاد الزراعي. من النادر 4 سنوات أكثر من 180 حلقة ميدانية ما شفت فلاح عراقي يقول لي زارون الإرشاد أو إجونا دائرة الوقاية فرضا، يعني لتحمين اليوم من الآفات الزراعية. فهذا العتب كبير جدا نحمل اليوم إلى هذه الدائرة. أحبة المشاهدين، هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض السواد. نلتقيكم بحلقات أخرى على الصحة والخير والبركة والعافية. إلى اللقاء.